السلام عليكم، مساء الخير. إن شاء الله تبارك الله. القصر المتحرك، الرولز رويس والفانتوم، الإكستندد ويل بيز اللي هي بقاعدة عجلات أطول. شايفين ما شاء الله تبارك الله المساحات والرحابة والوضوح والهدوء بسبب الألوان اللي موجودة ما شاء الله في المقصورة. نوعين من الموكيت، أغلى وأفخر أنواع الموكيت، أخشاب طبيعية في كل أرجاء المقصورة إضافة إلى الكروم والحديد. باب يقفل أوتوماتيكيا بالكامل، أخشاب طبيعية في كل مكان، من أجمل وأجود. الشاشات موجودة، المساحات الرائعة إن شاء الله تبارك. خصوصية موجودة كالعادة. مسند الأقدام تكرمون موجود. خلفية رائعة ومميزة بانسيابية فظيعة بالنسبة كحجم. تتكلم في سيارة 12 سلندر بوزن هائل فوق 2 طن. شوفوا جمال الجاليري، هذا اسمه الجاليري في الفانتوم. تقدر تحط صورتك 3D، تاريخ عائلتك، تاريخ كل شيء تبغاه هنا، خريطتك، عملك الفني، كل شيء. نوعين أخشاب نادرة وجميلة وفاخرة، الكروم في كل مكان ما شاء الله تبارك الله. اسمع صوت الجلود كيف ما شاء الله الطبيعية. شوف جمال التخشيبة والديزاين، شوف بساطة ولكن عملت فرق في الباب. مقدمة رائعة ومهيبة ما شاء الله. توقف السيارة في الشارع، منظرها جدا ملفت بسبب ضخامة الحجم وحفاظا على الشبكة المتوارثة والمقدمة المتوارثة لأكثر من 100 سنة للرولز رويس. مين ممكن يقتني السيارة هذه؟ الإنسان اللي يبحث عن الخصوصية والراحة اللي ما لها نهاية، ابتداء من المساحات، من الهدوء اللي موجود في المقصورة، كل وسائل الترفيه في متناول يدك. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، سيارة ملكية بكل الامتيازات.